نيكولاس تي في مباشرة من القدس، معكم فراس حامد لأهم العناوين. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر صباح اليوم أن الغارة الجوية التي شنها الطيران الإسرائيلي داخل الأراضي السورية الشهر الماضي استهدفت موقعا محتملا لمفاعل نووي قيد الإنشاء على طراز مفاعل كوري شمالي استخدم لتخزين وقود الأسلحة النووية، في الوقت الذي أعلنت فيه وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية أن مسؤولا كبيرا فيها سيزور دمشق وسوريا. جراء التهديد الإيراني المستمر وتسلح الدول المعادية بأنظمة دفاع جوية، تتجه لجنة الأمن والخارجية الإسرائيلية بقيادة عضو الكنيست يوفال شتاينتس إلى الولايات المتحدة للقاء أفضل مختصي وخبري الأمن الأمريكان من أجل تداول التهديد المستمر على إسرائيل من الجبهتين الشمالية والجنوبية. تعتزم سلطة الآثار الإسرائيلية استئناف الحفريات في باب المغاربة في الأيام القريبة ومواصلة العمل على مخطط بناء جسر جديد يصل بين ساحة البراق وساحة الحرم القدسي بعد أن وافقت لجنة وزارية قبل أسبوعين على مواصلة العمل، وغتمت المصادقة على طلبة سلطة الآثار بتأييد الوزراء آفي دختر ورافي إيتان ويعكوف إدري. أفادت مصادر أمنية مصرية أن جنودا مصريين على الحدود المصرية الإسرائيلية أطلقوا النار على 10 أفارقة حاولوا التسلل إلى إسرائيل الليلة الماضية، ما أدى إلى وفاة أحدهم بعد نقله المستشفى واعتقال 3 ونجاح 6 آخرين بالتسلل. إنفولايف تي في تقدم خدمة نوعية ونادرة، أخبار حية من إسرائيل في هاتفك الخلوي. إنفولايف تي في تطلعك في الهاتف على الأحداث المهمة في الشرق الأوسط. الأخبار موجودة بأربع لغات: عربية، إنجليزية، فرنسية والإسبانية. للوصول للخدمة زوروا الموقع infolive.tv. إنفولايف تي في المحطة التلفزيونية الأولى في الإنترنت، والتي تبث بأربع لغات، والتي تبث على مدار الساعة من قلب التاريخ ومن قلب الحدث، من منطقة الشرق الأوسط ومن إسرائيل. إنفولايف تي في هي المحطة التلفزيونية الأولى. إنفولايف تي في تتواجد في كل مكان وتبث على مدار الساعة وعلى مدار الأسبوع، تنقل لكم الأحداث بكاملها. إنفولايف تي في.